السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي ارحب بكم في درس هذا اليوم والذي بعنوان مقارنه الكسور. حيث سنتعرف في درس اليوم على كيفيه مقارنه الكسور من خلال التمثيل بالرسم كذلك سنتعرف على مفهوم جديد وهو الكسور المتجانسه وكيف سنقارن بين كسرين متجانسين وكذلك كسرين غير متجانسين؟ ولكن دعونا نتذكر معا بعض المفاهيم الأساسية التي ستلزمنا في درس هذا اليوم، أولا انتبهوا معي إلى السؤال التالي: ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل في الشكل التالي؟ لاحظوا أن الشكل مقسم إلى أجزاء متساوية. كم عدد هذه الأجزاء؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كم الأجزاء الملونة في هذا الشكل؟ لاحظوا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نريد أن نمثلها أبناء الطلاب على صورة كسر. تعلمون أن الكسر يتكون من بسط ومقام. فما قيمة البسط هنا؟ أحسنتم. إنه العدد خمسة حيث البسط يمثل الأجزاء الملونة فنكتب في البسط خمسة وفي المقام نكتب العدد ستة حيث يمثل المقام عدد الأجزاء كلها التي ينقسم إليها الشكل فيصبح الكسر خمسة أسداس لاحظوا هنا أن العدد الذي في الأعلى نسميه ماذا؟ نسميه البسط. وكذلك العدد الذي في الأسفل ماذا يسمى أبناء الطلاب؟ أحسنتم إنه المقام. الآن دعونا ننتقل إلى السؤال التالي وهو أكمل العدد المناسب في الفراغ. لاحظوا معي أبناء الطلاب الكسرين التاليين متكافئين. نريد أن نجد البسط المجهول في الكسر الثاني. ثلاثة أرباع تساوي كم؟ على عشرين. كيف سنحصل على ذلك؟ كما تعلمتم في الدروس السابقة نحصل على كسر مكافئ لكسر معطى من خلال ضرب البسط والمقام في نفس العدد أو قسمة البسط والمقام على نفس العدد. هنا ماذا نصنع؟ هل نضرب أم نقسم؟ لاحظوا المقامات هنا أربعة أصبحت عشرون. ضربناها في كم أم قسمناها؟ نعم هنا العملية ضرب. أربعة ضرب كام تساوي عشرين؟ أحسنتم، أربعة ضرب خمسة، فنضرب البسط والمقام في خمسة، إذاً البسط هنا ثلاثة ضرب خمسة تساوي خمسة عشر. تابعوا معي أيضاً السؤال التالي: الكسر ثلث يكافئ الكسر اثنين على كم؟ لاحظوا أن الكسرين متكافئين، هنا نريد أن نجد الكسر الآخر المكافئ. معلوم عندنا البسطين البسط في الكسر الأول والبسط في الكسر الثاني فماذا نصنع هنا نضرب أم نقسم؟ من يقول لي أبنائي الطلاب أحسنتم هنا نضرب البسط والمقام في نفس العدد ما هو هذا العدد؟ البسط هنا واحد أصبح اثنين واحد ضرب كام يساوي اثنين أحسنتم نضرب في اثنين فيكون المقام ثلاثة ضرب اثنين تساوي ستة أيضا انظروا معي إلى السؤال الثالث ثمنين تساوي كم على أربعة هنا كسران متكافئان ماذا نصنع نضرب أو نقسم من يقول لي لاحظوا المقامات هنا المقام ثمانية أصبحت أربعة هل يصلح أن نضرب هنا لا يصلح ذلك فماذا نفعل نعم نستخدم القسمة فالثمانية أصبحت أربعة نقسم الثمانية على كم تصبح أربعة أحسنتم أبناء الطلاب نقسم على اثنين إذا في البسط اثنين تقسيم اثنين تساوي واحد فيصبح الكسر المكافئ ربع للكسر ثمانين بعد أن تذكرنا أبناء الطلاب معًا بعض المفاهيم الأساسية، دعونا الآن ننتقل إلى درس اليوم وهو مقارنة الكسور ومع المثال التالي. لاحظوا أبناء الطلاب الأشكال التالية تتكون من دائرتين مقسمات إلى أجزاء متساوية. نريد أن نعرف أي الكسرين أكبر وذلك من خلال الرسم الممثل امامكم لاحظوا ان الثلاثه اخماس مثلناها بدائره مقسمه الى خمسه اجزاء ولونا منها ثلاثه اجزاء كذلك الكسر نصف نفس الدائره قسمناها الى جزئين ولونا احد الجزئين من خلال الرسم اي الكسرين تتوقعون ان يكون اكبر هل الكسر ثلاثه اخماس ام الكسر نصف دعونا نرى معا ذلك على الشاشه لاحظوا معي ابناء الطلاب لو اخذنا الشكل الذي يمثل الكسر نصف وطبقناه على الشكل الذي يمثل الثلاثه اخماس ماذا تلاحظون اي الكسرين اكبر اي المنطقتين تمثل مساحة أكبر لاحظوا هنا لو جعلنا النصف شفافا تلاحظون أن الثلاثة أخماس أكبر من النصف إذا عند المقارنة نقول أن الثلاثة أخماس أكبر من النصف فنضع إشارة أكبر من لننتقل أبناء الطلاب الآن إلى المثال التالي حيث يمثل الشكلين الـ كسرين ربعين ونصف. الشكل الأول يمثل الكسر ربعين. لاحظوا أن الربعين مثلناها لونا جزئين من أربعة أجزاء. كذلك النصف لونا جزء من جزئين. نريد أن نقارن بين الكسرين وذلك من خلال الرسم. كيف؟ لنطبق الكسر نصف الرسم الذي يمثل الكسر نصف على الرسم الذي يمثل الكسر ربعين تعالوا نرى معا ماذا تلاحظون هنا قبل ان تجيبوا دعونا ايضا نجعل الشكل الذي يمثل نصف شفافا نعم تلاحظون هنا ان الكسر نصف مثل نفس مساحه المنطقه الذي مثلها الكسر ربعين فماذا نقول في هذه الحالة؟ نعم أحسنتم نقول أن الكسرين متكافئين أو متساويين إذا نضع إشارة يساوي فنقول ربعين تساوي نصف دعونا أيضا هنا ننتقل إلى المثال الثالث وهو لاحظ الشكلين التاليين الكسر الأول سبعة على اثنى عشر والكسر الثاني ثلثين مثلنا الشكل سبعة على 12 عشر بتلوين سبعة أجزاء من 12 عشر جزءا مقسمة في الشكل كذلك الكسر ثلثين مثلناها بتلوين جزئين من ثلاثة أجزاء دعونا نرى أي الكسرين هنا أكبر نأخذ الكسر ثلثين ونطبقه على الرسم الذي يمثل الكسر سبعة على 12 عشر كما ترون ماذا تلاحظون؟ أي الكسرين أكبر؟ دعونا أيضا هنا نجعل الشكل الأول 7 على 12 شفافا، فماذا تلاحظون؟ نعم أحسنتم أن 7 على 12 تمثل مساحة أقل من الكسر ثلثين، إذا ما هي الإشارة المناسبة هنا أبناء الطلاب؟ ما هي؟ نعم الإشارة تكون أقل من إذا 7 على 12 أقل من ثلثي: بعد أن تعرفتم أبناء الطلاب على طريقة المقارنة من خلال الرسومات، دعونا الآن نتعرف على مفهوم جديد في الكسور وهو الكسور المتجانسة ولكن بعد الفاصل. <applause> اهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب مجددا والآن دعونا نتعرف معا على المفهوم الجديد وهو الكسور المتجانسة حيث الكسران المتجانسان هما الكسران اللذان لهما المقام نفسه نقول عن الكسرين متجانسين إذا كان لهما نفس المقام ماذا يعني ذلك؟ دعونا نوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية: لاحظوا في المثال الأول يوجد عندنا الكسران، الكسر الأول ثمن والكسر الثاني خمسة أثمان. لاحظوا هنا أن المقامات متساوية، أو بعبارة أخرى نقول أن الكسرين لهما نفس المقام. فماذا نسمي هذين الكسرين؟ أحسنتم كما ذكرنا في الأعلى في أعلى الشاشة نسمي الكسرين متجانسين، الكسران متجانسان. أيضا دعونا ننظر إلى مثال آخر. عندنا هنا مجموعة من الكسور، الكسر الأول 6 على 11، 3 على 11، 9 على 11. أيضا هنا لاحظوا معي أن المقامات هنا جميعها متساوية، تمثل العدد 11. في مقام الكسر الأول 11، وكذلك في مقام الكسر الثاني، وكذلك في مقام الكسر الثالث. إذا هنا الكسور مقاماتها جميعها متساوية أو نقول أن الكسور لها نفس المقام، فماذا نسميها في هذه الحالة؟ أحسنتم، نسميها كسورا متجانسة، إذا الكسور هنا متجانسة. دعونا أيضا ننظر إلى المثال التالي. لاحظوا هنا الكسرين هل هذين الكسرين متجانسين ثلاثه اخماس وتسعه اعشار هل هما متجانسين لماذا لاحظوا هنا ان المقام خمسه وفي الكسر الثاني المقام عشره هل هذين المقامين متساويين لا اذا الكسران لا يحتويان على نفس المقام فماذا نقول في هذه الحالة أن الكسرين غير متجانسين إذن الكسران غير متجانسين بعد أن تعرفنا أبناء الطلاب على مفهوم الكسور المتجانسة دعونا الآن نقارن بين كسرين ولكن بطريقة أخرى غير طريقة التمثيل بالرسم ومع المثال التالي تابعوني المثال يقول ايهما اكبر ثلاثه اسداس ام خمسه اسداس الحال دعونا اولا نمثل الكسرين ثم نستنتج القاعده اولا الكسر ثلاثه اسداس نوضحه من خلال الرسم التالي كما تشاهدون لونا ثلاثه اجزاء من سته اجزاء والكسر خمسه اسداس نمثله بالشكل التالي لونا خمسه اجزاء من ستة أجزاء نريد أن نقارن بين الكسرين ثلاثة أسداس وخمسة أسداس لاحظوا هنا أبناء الطلاب من خلال الرسم أن الكسر خمسة أسداس أكبر من الكسر ثلاثة أسداس فتكون الإشارة هنا ثلاثة أسداس أقل من خمسة أسداس فتكون العبارة هنا ثلاثة أسداس أقل من خمسة أسداس كذلك لاحظوا أبناء الطلاب لو أردنا أن نقارن بدون استخدام التمثيل بالرسم كيف سيكون ذلك؟ لاحظوا هنا أن الكسرين لهما المقام نفسه فماذا نقول عن الكسرين؟ أحسنتم نقول عن الكسرين أنهما كسران متجانسان أنهما كسران متجانسين الآن انظروا إلى البسطين لاحظ أن البسط في الكسر الاول ثلاثة، والبسط في الكسر الثاني خمسة، تلاحظون ان الثلاثة أقل من الخمسة، إذا الثلاثة أسداس أقل من الخمسة أسداس، ماذا نستنتج من خلال هذا المثال؟ أنه يمكن المقارنة بين كسرين متجانسين، كيف سنقارن بين كسرين متجانسين؟ لاحظوا معي العبارة التالية: في الكسور المتجانسة يكون الكسر أكبر إذا كان بسطه أكبر. دعونا نطبق هذه القاعدة على التمارين التالية: ضع الإشارة المناسبة أقل من أو أكبر من أو يساوي في الفراغ. لاحظوا الكسرين 15 على 18 عشر والكسر 10 على 18. ماذا تلاحظون أبناء الطلاب في هذين الكسرين؟ نعم ان لهما نفس المقام فمقام الكسر الاول ثمانيه عشر ومقام الكسر الثاني ثمانيه عشر فماذا نفعل في هذه الحاله احسنتم كما ذكرنا في التعميم السابق نقارن بين البسطين هنا البسط خمسه عشر والبسط هنا عشر فاي الكسرين اكبر احسنتم خمسه عشر على ثمانيه عشر أكبر من عشرة على ثمانية عشر دعونا ننتقل إلى التمرين التالي وهو الكسر خمسة أعشار والكسر الآخر أيضا خمسة أعشار تلاحظون هنا أيضا أن الكسرين متجانسين لهما نفس المقام إذا هنا تكون الإشارة ماذا؟ نضع إشارة التساوي كما تشاهدون خمسة أعشار تساوي خمسة أعشار ننتقل الآن إلى التمرين الذي يليه تسعة على اثنا عشر والكسر التالي أحد عشر على اثنا عشر. لاحظوا هنا أيضا أن الكسرين متجانسين. لماذا قلنا عن الكسرين متجانسين؟ لأن لهما نفس المقام. ما هو المقام هنا 12 عشر. وكذلك في الكسر الأول المقام 12 عشر. فنقارن بين البسطين. البسط الأول تسعة والبسط الثاني أحد عشر. فأي الكسرين أكبر؟ نعم الذي بسطه أحد عشر فتكون العبارة الكسر تسعة على اثنى عشر أقل من الكسر أحد عشر على اثنى عشر بعد أن تعرفتم معي أبناء الطلاب من خلال هذا التمرين على عملية المقارنة بين كسرين متجانسين دعونا الآن نرتب مجموعة الكسور التالية تصاعدية الكسور 6 على 25 عشرة على خمسة وعشرون واثنين على خمسة وعشرون كيف سنرتب تصاعديا تصاعديا أبناء الطلاب كيف من الأسفل إلى الأعلى أي من الكسر الأصغر إلى الكسر الأكبر فأي الكسور التالية يكون أصغر لاحظوا هنا أن الكسور جميعها لها نفس المقام هنا اذا الكسور متجانسه فنستطيع ان نقارن بينهما من خلال القاعده السابقه وبدون عمليه التمثيل بالرسم كيف لاحظوا ان المقامات متساويه اي الكسور متجانسه فنقارن بين البسط في كل كسر هنا البسط الاول هنا البسط في الكسر الاول سته والبسط في الكسر الثاني 10 والبسط في الكسر الثالث 2 اي البسوط اصغر هنا نعم احسنتم البسط 2 فناخذ الكسر الاول هو 2 على 25 الان ننتقل الى الكسر الذي يليه وهو الذي بسطه هنا 6 اذا فيكون الكسر الثاني 6 على 25 واخيرا يتبقى لدينا الكسر 10 على 25 فيكون الترتيب تصاعديا 2 على 25 ثم يليه 6 على 25 ثم يليه 10 على 25. بعد ان تعرفنا ابناء الطلاب على طريقة المقارنة بين كسرين متجانسين سنتعرف على طريقة المقارنة بين كسرين غير متجانسين ولكن بعد الفاصل <applause> اهلا وسهلا بكم ابناء الطلاب مجددا، دعونا الان نتعرف على طريقة للمقارنة بين كسرين غير متجانسين وذلك من خلال المثال التالي، لاحظوا معي المثال أيهما أكبر الكسر ربع أم الكسر ثلاثة اثمان؟ لو نظرنا أبناء الطلاب إلى هذين الكسرين نجد أن مقاماتهما مختلفة، المقام في الكسر الأول أربعة والمقام في الكسر الثاني ثمانية كيف سنقارن بين هذين الكسرين بدون استخدام عملية التمثيل بالرسم لاحظوا هنا ان الكسرين غير متجانسين اذا لا نستطيع المقارنة هنا مباشرة فماذا نصنع من يقول لي أبنائي الطلاب نعم احسنتم لاحظوا اننا نستطيع ان نحصل على كسر مكافئ للكسر ربع بحيث يكون مقامه ثمانيه هنا كيف هذا سيكون من خلال الكسور المتكافئه ناخذ الكسر ربع ثم نجعل هنا مقامه ثمانيه كيف ما هو العدد الذي نضربه في اربعه يصبح هنا المقام ثمانيه نعم بالضرب في اثنين إذا نضرب البسط والمقام في اثنين فيكون الكسر الناتج هو ثمنين واحد في اثنين تساوي اثنين وأربعة في اثنين تساوي ثمانية إذا حصلنا من الكسر ربع على كسر مساوي له هو الكسر ثمنين فنستطيع هنا أن نقارن بين الكسرين كيف نأخذ الكسر ثمنين الذي يمثل الربع ونقارنه بالكسر ثلاثة أثمان. فماذا تكون هنا الإشارة؟ لاحظوا أن الكسرين أصبحا متجانسين لأن لهما نفس المقام. فنستطيع أن نقارن بين البسطين. فأي الكسرين أكبر؟ أحسنتم أبناء الطلاب الذي يحتوي على البسط الأكبر وهو ثلاثة أثمان. فيكون الثمنين أقل من الثلاثة أثمان. وبمعنى اخر نلاحظ ان الكسر ربع هنا يمثل الكسر ثمنين كما اسلفنا في الكسرين المتكافئين في الاعلى وعندنا الثلاثه اثمان لم نغيرها فيتكون الاشاره هنا اقل من اذا الربع اقل من الثلاثه اثمان ماذا نستنتج من خلال هذا المثال؟ نعم أبناء الطلاب أحسنتم للمقارنة بين كسرين غير متجانسين ماذا نصنع؟ نجعل الكسرين متجانسين ثم نقارن كما تعلمنا سابقا، إذا للمقارنة بين كسرين غير متجانسين أجعل الكسرين متجانسين ثم أقارن بينهما كما تعلمنا سابقا، دعونا الآن نحل التمرين التالي ضع الإشارة المناسبة أقل من أكبر من أو يساوي في الفراغ لاحظوا هنا معي الكسران الكسر الأول تسع والكسر الثاني أربعة على ثمانية عشر لاحظوا هنا أن الكسرين غير متجانسين ليس لهما نفس المقام المقام الأول تسعة والمقام في الكسر الثاني ثمانية عشر فماذا نصنع نريد أن نجعل الكسرين متجانسين كيف؟ من خلال الحصول على كسر مكافئ للكسر تسعة. لاحظوا هنا أن الثمانية عشر في الكسر الثاني في مقام الكسر الثاني مضاعف للكسر تسعة فهل يوجد عدد أضربه في تسعة ينتج ثمانية عشر؟ نعم أحسنتم هو العدد اثنين إذا نقول هنا واحد ضرب اثنين تساوي اثنين، وتسعة ضرب اثنين تساوي ثمانية عشر. أصبح الكسران هنا متجانسين، فنستطيع أن نقارن بين البسطين، فيكون البسط الذي هو أربعة هنا أكبر من البسط في الكسر الأول اثنين، فنختار الإشارة أقل من، فتكون تسعة أقل من أربعة على ثمانية عشر. دعونا الآن ننظر إلى التمرين التالي وهو خُمسين وثلاثة على خمسة وعشرين، لاحظوا هنا أيضاً أن الكسرين غير متجانسين، لماذا؟ لأن مقاماتهما مختلفة، المقام الأول خمسة والمقام الثاني هنا خمسة وعشرون، فماذا نصنع؟ نحصل على كسر مكافئ للخُمسين بحيث يكون له نفس المقام في الكسر الثاني، الخمسة في كام تصبح خمسة وعشرون نضرب هنا أحسنتم في العدد خمسة إذا اثنين في خمسة تساوي عشرة وخمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون هنا حصلنا على كسر مكافئ للخمسين وكذلك متجانس مع الكسر التالي فنقول أي الكسرين هنا أكبر نعم الذي يحتوي على بسط أكبر عشرة على خمسة وعشرون وهنا ثلاثة على خمسة وعشرين أيهما أكبر العشرة أم الثلاثة العشرة أحسنتم إذا تكون الإشارة أكبر من فنقول أن الكسر خمسين أكبر من الكسر ثلاثة على خمسة وعشرين وأخيرا تسعة على اثنى عشر والكسر التالي ثلاثة على أربعة اي الكسرين اكبر؟ هل نستطيع المقارنة مباشرة بحيث نقول ان هنا تسعة وهنا ثلاثة نضع اكبر من؟ لا لا يجوز ذلك، لماذا؟ لان هنا المقامات مختلفة، يجب ان تكون المقامات متماثلة او متساوية، فماذا نصنع؟ نجعل الكسرين متجانسين، فهل يوجد عدد نضربه في الاربعة تصبح اثنا عشر؟ نعم نحصل على هذا الكسر المكافئ للثلاثة أرباع من خلال الضرب في ثلاثة إذاً هنا نضرب في ثلاثة حيث ثلاثة ضرب ثلاثة تساوي تسعة وثلاثة ضرب أربعة تساوي اثني عشر إذاً هنا حصلنا على كسر مكافئ للثلاثة أرباع وكذلك متجانس مع الكسر الأول تسعة على اثني عشر فنستطيع أن نقارن بين البسطين. لاحظوا هنا أبناء الطلاب أن البسط الأول تسعة والبسط الثاني تسعة فماذا نقول عن هذين الكسرين؟ نعم أحسنتم نقول عنهما أنهما متساويين إذا الذي اختار في الأول قارن بشكل سريع وقال أن تسعة على اثنى عشر أكبر من الثلاثة عشر جوابه خاطئ يجب أن يتريث قليلا وينظر إلى المقامات هل هي متماثلة أم غير متماثلة اولا نتاكد من الكسور هل هي متجانسه ام غير متجانسه ثم نقارن اذا كانت متجانسه نقارن بين البسطين اما اذا كانت غير متجانسه نجنسها ثم نقارن بين البسطين وبهذا نكون أبناء الطلاب قد تعلمنا في هذا الدرس مفهوم الكسور المتجانسة، وكذلك تعلمنا طريقة نقارن بها بين كسرين متجانسين وكسرين غير متجانسين، وإلى لقاء في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.